في النسق ويعكس الهجمه للمنتخب السوري، لكن كره يربح منها التماس بسرعه التنفيذ من عمر لسومة، ترجع لفراس الخطيب. الله 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 الله، جول 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 جول، روعه 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 يا فراس، روعه روعه يا فراس، روعه روعه يا فراس. اللاعب ليس بعمره بل بعطائه الفني والبدني داخل المستطيل الاخضر، اي جول واي هدف، اي لمسه واي تسديده، اي كوره واي صاروخ، يا فراس يا فراس، مل فراس مل فراس، الفارس الاول والوحيد للمنتخب السوري. وين الاعاده؟ ويني وين الكوره؟ خلينا نشوف ونشاهد ونعلق. هيا 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 يا 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 يا، كوره فراس الخطيب، محلاها محلاها محلاها، ما شبها وما بنها. الله 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 على كره فراس الخطيب في هذا الجو الاحتفالي. هدف مميز، هدف جميل، هدف رائع للخطيب الذي تحدث وقال لولا الحظر على العراق لخذنا كل مبارياتنا هنا وبالاخص مباراه